وقت خاص جدا. كل طفل يرغب بأن يحصل على وقت يمضيه لوحده مع أحد والديه، فالوقت الخاص يوصل له رسالتين: الأولى إنك تحب أن تكون معه، والثانية إنه مهم في حياتك. التواصل البصري مع الطفل رسالة سحرية. التواصل البصري مع الطفل عندما يتحدث معك هو أمر مهم للغاية. اترك كل شيء واستمع لطفلك وهو يحدثك، فهذا يشعره بأهميته ويظهر له مقدار المحبة، والعكس صحيح. فعدم النظر للطفل هو شكل من أشكال العقاب. شعور الطفل بعدم تقبل الوالدين له يدفعه إلى التمرد والتخريب والعنف، مما يحرج الأسرة مع الآخرين. وبالأخير، التعليم المدرسي سيجلب لطفلك وظيفة، أما التعليم الذاتي فسيجلب له عقلاً.